هنا متحرش غير مبال بوظيفته الأمنية، وهناك قاتل لزوجته، وآخرون يحتجزون عاملات في مطعم للتحقيق من أجل إرضاء مشهورة دون أوامر قضائية، وآخرون يستغلون مناصبهم لتنفيذ الجرائم. ضباط ومنتسبون في وزارة الداخلية في العراق ينزعون عنهم ثوب الهيبة لترويع الآمنين بدلا من حمايتهم، لتصبح مؤسستهم الأمنية عنوانا لكل رذيلة ومضربا للأمثال في الإجرام والإفلات من العقاب. لا يكاد يمضي يوم إلا ويستفيق المواطن على خبر جريمة أو فضيحة بطلها منتسب أمني في الأجهزة الحكومية التي تديرها الميليشيات وينخرها الفساد، بعد أن هيمن عليها ما يعرف بالضباط الدمج الذين لا خبرة لهم سوى شهادة التزكية من هذا الحزب أو ذاك. فمن مغتصب على شكل ذئب بشري إلى قاتل لزوجته وعائلتها غير آبه للقانون، إلى تهجير عائلات آمنة وقتل ذويها بعد كيل التهم الكيدية لهم وسط غياب تام للقانون. صار قتل بمنطقتنا، قتلوا زلمة من قرايبنا يمنا، فتهمونا بالقتل. إحنا ما قاتلين، فهم إلهم يد بالدولة، يقولون إحنا دولة، يقولون إحنا ضباط. جرائم لم يحاسب مرتكبوها كمجزرة جبلة ومقتل شاب من أبو غريب على يد من يحملون سلطة القانون ويقتلون باسم المؤسسة العسكرية، وغيرهم الكثير ممن غيبت الحكومة قضاياهم للتستر على الجنات، بعد أن ادعت زورا أن مثل هذه الحالات فردية ولا تمثل السواد الأعظم للمنتسبين لكي تنأى بنفسها عن الملاحقة القانونية. شلون جاي دخلك إياه؟ عن طريق سواق سيارات أو عن طريق منتسبين. وزارة يتعاطى ثلث منتسبيها المخدرات في مؤشر خطير على انهيار المؤسسة الأمنية وتحولها إلى مرتع للمجرمين وساحة آمنة لتنفيذ الجرائم، فضلا عن تواطؤها في تهريب المخدرات القادمة من إيران في مشهد معقد ينذر بمزيد من الفوضى.